واعي تماما. ولو كنت انا صاحب تأثير في هذا الوقت كنت عملت نفس اللي عمله الرئيس عبد الناصر والقيادة، أخذا في الاعتبار أيضا أني كنت غاضب غضبا شديدا من الرئيس عبد الناصر. أنا كان سني اللي حصل في 5 يوليو طبعا. كان سني 25 سنة وعايش فترة تحليق في السماوات النجاح المصري والصناعة المصرية والنمو المصري والعدالة الاجتماعية المصرية والفورة المصرية اللي حاصلة. نعم، وحضرتك كنت غاضب من الرئيس عبد الناصر. طبعا. نعم. ازاي اتحطينا في هذا الوضع؟ لم نعد المسرح اعدادا طيبا، سواء المسرح السياسي والدبلوماسي او المسرح العسكري. نعم. كيف دخلنا مواجهة ولدينا ربع قواتنا المسلحة في اليمن؟ في اليمن. نعم. فده كله طبعا كان بيموج في صدري بضيق وحزن، اخذا في الاعتبار ان انا لم اتجاوز في وقتها 24 او 25 سنة. نعم. لكن متابع للتاريخ المصري، متابع للقراءات، للطيارات الدولية، للعلاقات الدولية، للتاريخ العسكري في العالم. لكن يحسب للرئيس عبد الناصر، هو ده بقى أيوة اللي أنا جاي لك فيه، أيوة، أنه الرئيس عبد الناصر ما انكسرش، ما فقدش الثقة في نفسه ولا جيشه، في بلده، في جيشه. وقرر أنه سوف نعمل على رد الاعتبار لأنفسنا. كيف تم هذا؟ هو ده اللي أنا بدأت لك بيه الحديث على ما بعد 67. الفكرة الأساسية أن القوات المسلحة المصرية كانت يعني فقدت سلاحها، معنوياتها هابطة، الشعب المصري غاضب، وبالتالي هذه القوات تحتاج لإعادة بناء، إعادة تجهيز، إعادة تأهيل لثقتها في نفسها. وبالتالي هذا سوف يستغرق سلام. أعوام. الجيوش لما بتضرب بتحتاج لفترة طويلة جداً لكي تستعيد إمكانياتها. وعندنا أمثلة تاريخية، يعني تاريخية كثيرة. يعني لما نشوف على سبيل المثال، سقوط فرنسا في مايو 1940 في مواجهة النازي، انسحاب الجيش البريطاني من دانكيرك،